افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا لزيت الوقود المتبقي تحت شعار الحلول المثلى لرفع مستوى المخلفات البترولية، وذلك لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية. من أجل صناعة نفطية بجودة عالية وبأقل التكاليف، دائما ما تدفع الحاجة إلى الاستغلال الأمثل للموارد وإيجاد كل التقنيات والوسائل في بيئة إنتاجية صديقة للبيئة. مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا لزيت الوقود المتبقي يبحث من خلاله المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي وأهميته في صناعة النفط والغاز، الأمر الذي يشكل تحديا أمام مصافي تكرير النفط للعمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية الخاصة بهذه الصناعة. شركة بابكو هي الداعم الرئيسي لمثل هذه المؤتمرات، وهي مؤتمرات متخصصة في تقنية التكرير وتحويل الوقود أو النفط الخام إلى منتجات تكرير. طبعا في مستجدات كثيرة في التكنولوجيا تواكب متطلبات هذا الزمن. طبعا في هناك مواصفات بيئية جديدة حديثة يجب التعامل معها، وكل ذلك هو هدف مشروع توسعة بابكو اللي الآن 9 أشهر منذ البدء في توقيع عقد الإنشاء، سيستمر 4 سنوات إن شاء الله قادمة، وإن شاء الله تكون بابكو يعني مصاف أفضل مصانع التكرير في العالم، ومنتجاتها يعني تواكب كل المواصفات الحديثة اللي يعني يطلبها السوق. المؤتمر ينصب نحو الوصول لحلول تقنية لجعل النفط المتبقي ذا جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة، كمثل الاتجاهات المتقدمة في التقاط الكربون أو الاستخلاص المعزز للنفط في صناعة التكرير، إلى جانب سعي شركات التكرير لإضافة قيمة من زيت الوقود المتبقي والاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة المتطورة. يأتي هذا إقامة هذه الفعالية في وقت جدا مهم، حيث أن بابكو قد بدأت بالفعل في المراحل الأولى في الأشهر القليلة الماضية بتنفيذ مشروع تحديث المصفاة، ويهدف مشروع تحديث المصفاة إلى النفط المتبقي كهدف أساسي بهدف زيادة إنتاج المواد الغالية الثمن ذات الجودة العالية، وكذلك زيادة الطاقة الحرارية والطاقة الإنتاجية كذلك، حيث أن الطاقة الإنتاجية سترتفع بنسبة 40%. شهدت جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب مشاركة العديد من مراكز الأبحاث البترولية التابعة للشركات النفطية الوطنية والخليجية والعالمية، إلى جانب مشاركة كبريات الشركات في مجال العمليات المعالجة الهيدروجينية للمخلفات النفطية. الاستفادة الكلية من زيت الوقود المتبقي الناتج عن عملية التقطير أمر يجب الوقوف عنده من أجل خلق منتجات نفطية تنافسية وبأقل التكاليف. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.